في تطور لافت لقطاع الطاقة النظيفة في الكويت، وصل مشروع محطة الشجاية للطاقة المتجددة في مرحلته الأولى إلى الإنجاز النهائي، ليتم ربط المحطة بشبكة وزارة الكهرباء في نوفمبر المقبل. برنامج زمني للمشروع هو لـ 2030 لإنتاج الـ 2000 ميجا وات. المرحلة الأولى اللي هي 1000 ميجا وات المفروض أن تنتهي بسنة 2020، ترتبط يعني نربط الـ 2000 ميجا وات بشبكة الكويت إن شاء الله. بعد إعلان نيتها تمويل المرحلة الثانية من المشروع عبر القطاع الخاص، تتجه الحكومة الكويتية نحو توقيع عقد التمويل مع مؤسسة البترول الكويتية، ليعود بذلك إلى عهدة التمويل الحكومي. فيما يتعلق في المرحلة الثانية اللي هي 1000 ميجا وات المتوقع إنجازها في 2020، الآن في العمل جاري بالتفاوض بشكل حثيث مع مؤسسة البترول الكويتية ووزارة الكهرباء والماء في هذا الشأن، بحيث أن مؤسسة البترول الكويتية سوف تتبنى المرحلة الثانية بالكامل 1000 ميجا وات. المشروع سيوفر على الكويت ما يعادل 12 مليون برميل نفط سنوياً، أو ما يعادل 6 مليارات دولار في الميزانية العامة، في حين ستستخرج الطاقة بنسبة 57% من الشمس و7% من الرياح، والنسبة المتبقية كهروضوئية. الخبراء يرون أن تمويل المشروع في مرحلته الثانية من قبل مؤسسة البترول الكويتية سيحرم القطاع الخاص الاستفادة من المشاريع التنموية الحكومية. خالد كبس، سكاي نيوز عربية، الكويت.